عجبتني تونس. نخوض واحد من ألمانيا. ديما أنا منشوف لي لبيت حكا والحكا ديما نمشي في تويل متاعي منشوف حتى لبيت. ردي بالكم على روحه وما يعملوش بلادة. وشو يأكلوا؟ برشا مكرونة صالصة. شنو تعمل في حياتك؟ أنا نمشي نكرة في ألمانيا. تكرة؟ نحوس شوية في تونس بالأمي متاعي. وين تحوس؟ في تونس. شنو البلاصة؟ حق الويت. مشيت القرقنة؟ قرقنة. من عارفينش. أمي متاعي كانت تكرة وبو بابا متاعي كان زادة في نفس كراية وبا بابا شاف أمي قالها ضايا مرأة أنا نحبها وبعد قال أمي وبابا متاعي كانوا يأكلوا مع بعضهم وبعد بابا مشاف من من تسويل هذا وبعد قال هذا باش توري مرأة متاعي وبعد بابا مشات ليها وبعد تبي أنت عارسي ما هما كانوا صغار في عمري متاعي وبعد ما قالوا أي هما كانوا يكابلوا بعضهم بعد ما مشيوا مع بعضنا لألمانيا. كي كبروا مشيوا لألمانيا. صحيت. اللي أنتم ديجا تعيشوا في ألمانيا هكا ولا؟ كي تجي لتونس شنو هما الحاجات اللي يعجبوك؟ شنو هما الحاجات اللي ما يعجبوكش؟ لبيت برشا أنا ندز هو يدز والأبا وأنت تدز؟ حتى أنا ندز. هل تعرضت شي للتنمر؟ معاكسات؟ عبيد هكا تقول لك توقفك في الشارع تقول لك أعطيني نمروك؟ أكيد منعطي حد شي هذا الدات بتاعي منعطيهوش. علاش؟ خاطر انا نخاف برشا من لبيت هما يعرفوا مني حاجه يقولوا لك مش يقولون في الطريق يقولوا لك اعطيني نمروك يقول لك ديما انا منشوف لي لبيت هكا والحكا ديما نمشي في تويل متاعي منشوف حتى لبيت عيني في سماء وانتي توا شبيك هكا تحكي تونسي صعيب شوي ماماتك ما علمتكش تحكي تونسي ماما متاعي ديما تحكي معايا علموا انا نعلم تونس من من تطا متاعي شكون تطا تطمت يا حنان شكوني هذه شنو تقرب لك اخت ماما نتاعي خالتك خاله ولد تطا هكا وانت رضيتي تعيط لك تطا نخوت واحد من المانيا علاش تحب واحد من المانيا عايش تونسي محرحر هكا قارح يحكي معك بالتونسي من المانيا شنو يعني في المانيا روس باهي هكاك في خدمة إدار يعرفوا كيفاش هما يعملوا بفلوس. شنو تحب تقول للتوانسة؟ ردي بالكم على روحه وما يعملوش بلادة. وشنو ياكلوا؟ برشا مكرونة صالصة. يعطيك الصحة بارك الله فيك.